بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. سنة عظيمة لا يعلمها كثير من الناس، لها ثواب عظيم. لو أنك فعلتها مخلص من النية محتسب الأجر، كتب الله لك بها قيام ليلة، قيام ليلة كاملة. كتب الله لك بها قيام ليلة كاملة بلا مبالغة. جاء في ذكر في الحديث الذي رواه الإمام الدارمي، الحديث فيه بعض الضعف، لكن سأقول لحضراتكم أدلة التي تقوي هذا الحديث. من قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، كتب الله له بها قيام ليلة، قيام ليلة كاملة. ليه؟ أولا، هذه السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات العشر عندما يصحو من نومه، أو يستيقظ من نومه في الثلث الأخير من النوم ليصلي، فيمسح النوم عن عينيه ويقرأ هذه الآيات. هذه الآيات فيها نزلت تسلية النصوص صلى الله عليه وسلم، فيها كلام عن الكفار وعن تقلبهم في البلاد، وتبشير بالجنة والفوز العظيم. الحاجة الرابعة إن فيها آيات نزلت، عندما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نزلت علي الليلة آيات، نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الآيات بتقول إيه؟ ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإيمان، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات فيها آيات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، في آيات الله سبحانه وتعالى. ف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فدي عبادة قلبية اسمها عبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود قالوا في هذه الآيات: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. من هنا جاءت عظمة هذه الآيات، فأنت بتقرأ الآيات اللي فيها التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الله بن عمر كان بيخرج إلى الصحراء ويتأمل وينظر إلى السماء وينظر في الفضاء وينظر إلى النجوم ويسبح الله سبحانه وتعالى. لذلك حظيت هذه الآيات بهذه المنزلة العظيمة. الدليل الرابع، وده دليل قوي جدا، طبعا الحديث مروي عن سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا عثمان بيقول: من قرأ الآيات الأخيرة من عشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران كانت له بقيام ليلة. دي خواتيم آل عمران. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سورة آل عمران وعن سورة البقرة أنه قال: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيابتان أو كغمامتان أو كطيران صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. يبقى البقرة وآل عمران اتنين اسمهم الزهراوان. طب إذا كانت خواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم جدا جدا جدا، وهي أيضا بقيام ليلة. احنا قلنا خواتيم سورة البقرة، قراءة خواتيم سورة البقرة آيتين الأخيرتين اللي هو: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآيات، لها فضل عظيم لأنها نزلت عندما كاد الصحابة رضي الله عنهم أن يعني يرفضوا أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله. الحديث النفسي، قال رسول الله: كلفنا بما نطيق أما هاتي فلن نطيقها، أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما يختلف في أنفسنا. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتقولون مثل ما قال بنو إسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. جسوا على ركبهم وقالوا سمعنا. فنزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ولولا التخفيف ولولا إذعان أصحاب رضي الله عنهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلامهم لهلكنا كلنا، لأن الحديث النفسي لا يستطيع أحد أن يدفعه. فعفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عن ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. فآيات خواتيم آية البقرة، سورة البقرة، لها فضل عظيم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهما نبي قبلي.
الايتين الاخرتين من كنز تحت العرش. لذلك العلماء قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قرأ خواتيم آية سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء فيها ستة أقوال، أنها كأنه قرأ القرآن كله طوال الليل، وبعضهم قال يأخذ من الثواب ما لا يعدله شيء، ثواب عظيم جدا جدا يكفي عن أي شيء تاني، وبعضهم قال تكفي أعين الجن والإنس والشياطين، وبعضهم قال تكفي قيام الليل كله. وده يكون أصح الأقوال. وبعض العلماء قالوا كل هذه المناقب مع بعضها البعض. ليه؟ هناك حديث عبد الله بن مسعود قال: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل. فقال العلماء تساوي قيام الليل بحالها. يبقى لما ربنا يقول في حديث تاني عن سورة آل عمران، عن خواتيم آل عمران إنها بقيام الليلة، أو سيدنا عثمان بن عفان اللي هو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدث الأمور. فلما سيدنا عثمان بن عفان يقول في حديث رواه الإمام الدرمي وغيره من المحدثين أن قراءة الآيات الأخيرة من سورة آل عمران بقيام ليلة، يبقى ده يصح هذا الحديث. ليه؟ لأن خواتيم آل عمران خواتيم البقرة بقيام ليلة كما قال العلماء، قياسا على أن إنها تكفي قيام الليل، وده حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود أن خواتيم سورة البقرة بتكفي قيام الليل، تكفي قيام الليل كله، فتعد قيام الليل. وبالتالي سكت سورة سكت البقرة وآل عمران الاثنين اسمهم الزهراوين، وخواتيم البقره لها الفضل، هذا الفضل العظيم، وخواتيم آل عمران سنه تقرا، يبقى اذا الحديث اللي يجي في فضل لقراءه خواتيم آل عمران بقيام ليله هذا يصح الحديث والقوي. وبالتالي اللي بيقرا خواتيم آل عمران تكتب له قيام ليله، كانك واقف على رجليك من بعد صلاه المغرب لغايه صلاه الفجر لم تفطر، لو انك قرات لهذه العشرات الاخيره. ثم لها منقبه اخرى عظيمه جدا انها تقويك على قيام الليل وصوت وكما قال العلماء وصلاه الفجر في المسجد. لذلك اللي بيقرأ خواتيم آل عمران وخلص النية محتسم الأجر بإذن الله هياخد قيام الليلة بحالها، وربنا سبحانه وتعالى هيقويه أنه هو يصحى يصلي في الثلث الأخير من الليل، ويقويه على ينزل يصلي الفجر في المسجد ويأخذ ويكتب له قيام الليلة حقيقي. والله ربما يكون ده سبب من أسباب أن يخلي أيضا من قراءة قيام الليلة بحالها، ولأن فيها آيات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وعبادة التفكر دي عبادة قلبية لها فضل عظيم. بل إن عبد الله بن عباس قال في أحد أقواله: تفكر ساعة خير من قيام سنة. والآيات دي فيها العشر آيات دي فيها آيات التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، وفيها تسلية للرسول عليه السلام: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للإبرار. تسلية للرسول عليه السلام وبشره: ما يغركش تقلب الكفار في البلاد والفلوس فكل هذه أدلة تقوي هذا الحديث بإذن الله، وتجعله بإذن الله معناه صحيح، وإن قيام قراءة آل عمران خير. يبقى أنا أقرأ خواتيم سورة البقرة مش تاخد مني دقيقة، وخواتيم آل عمران 10 آيات من أول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يكتب لك قيام ليلة أخرى، وبالتالي تاخد قيام ليلتين كاملتين في 3-4 دقايق. أهم حاجة النية، وعمل بلا نية أعمال بهيمية كما قال العلماء. فأنت إذا أخلصت النية واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ليه رسول الله يقول قام رمضان ايمانا واحتسابا؟ يعني ايمان واحتسابا، ايمانا بالاجر، يعني مؤمن ان ربنا هيغفر له، مؤمن ان ان ان, إن, إن, إن واحتسابا يعني محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن الخطاب في الحديث الصحيح: من عمل عملا يعني يحتسب اجره عند الله فهو حسبه الله عند الله. لو انك قرات خواتيم آل عمران مخلصا النيه محتسب الاجر، ربنا يكتب لك قيام ليله بحالها، ربنا هيكتب لك قيام ليله بحالها. لو قرات آل خواتيم سوره البقره عشان ربنا يكتب لك قيام ليله بحالها، ربنا هيكتب لك قيام ليله بحالها. تاخد قيام ليلتين كاملتين كانك واقف على رجليك من بعد صلاه المغرب لغايه الفجر لم تفطر عن الصلاه حسنه واحده في 3-4 دقائق. صعب عظيم جدا جدا لفضل هذه الامه ولعزم قدرها على 69 امه جاءت قبل، ولقصر اعمار هذه الامه، فاعطى الله سبحانه وتعالى هذه السنن وهذا الفضل العظيم. ولكن للاسف الشديد جهل الناس بالشرع وجهل الناس بالسنن واستخفافهم بالسنن ضيع منهم ثواب عظيم سيندمون عليه يوم القيامه اشد الندم. لكن من يحافظ على هذه السنة العظيمة تصل به إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة وإلى منازل العليا كله. هكتب لكم الكلام ده كله تحت الفيديو، وسخون شروع نشر هذا العلم في صعب العظيم، من علم علما في الله أجمع عامل بينا يوم القيامة. لا تنسوش تفعيل الجرس والشرف اللي يصلكم، تساعدوني على نشر السنة التربوية. أقول قولي هذا، استغفر الله.